صحيح ان العدد يوم 5 فبراير وبعد مليونية امبارح كان قليل؟ صحيح انه كان يوم رتيب وصعب زي صورته الرمادية بسبب المطر؟ صحيح ان الوقت البطيء والهواجس والتساؤلات اللي ميزت يومها مش هينفع تتنقل بصورة وكلام لو ما اتعشتش؟ بس الحكاية اللي هتفضل يمكن هو ان مش كل الوقت في الميدان كان كويس او جميل، او الصورة فيه واضحة وعارفين بشكل اكيد هيحصل ايه. بس مع ذلك مفيش حاجة اتغيرت من التمسك بالثورة واننا هنكمل هنا مهما حصل. اللي بينقص من العدد كان بيعوضوا ايمان الباقيين بوجودهم هنا. الفراغات الناقصة على اجابات الاسئلة ما كانتش مهمة قصاد ابتسامات الطمأنة بين وشوش الناس وبعضها. والطريق اللي مش باين اخره ايه او امتى كان بيعدي بالونس والصحبة والسلامات والاغراب اللي هو عشرة 11 يوم بالعمر كله. الناس كانت بتحتفل بكل لحظة ليها في الميدان عشان تمحي قلقها، تغني وتهتف وتستقبل بعض عند المداخل كأنهم بيشغلوا بعض عن العدد اللي قل بصوت الهتاف للساعة دي، وعن العدائية من الناس براهم في كل المناطق والطرق بالمحبة اللي لسه بينهم كأنهم أهل وسند بقوة الميدان اللي أصدق من أي حاجة تانية. علشان كده الأيام الصعبة زي اليوم ده كانت بتعدي، ولما بتخلص ويضاف يوم جديد من اعتصام الثورة الناس كانت بتحس إن مشوارها هان ونصرها قرب.